أخبار المغرب والعالم في الموجز، أهلا بكم. بعد إلغاء فحص PCR، تخبط في المطارات الدولية وشركات طيران تمنع مغاربة من السفر. بعد صدور قرار الحكومة المغربية بإلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليني المتسلسل لكورونا PCR من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، عرفت مختلف المطارات في الخارج تخبطا كبيرا بسبب شركات الطيران الدولية. وعرفت عدة مطارات في دول أجنبية خاصة الأوروبية فوضى عارمة بعد إلغاء الإدلاء بشهادة PCR وفق ما أفادت به تقارير إعلامية. ولم تسمح شركات للنقل الجوي لمسافرين مغاربة بالسفر لعدم إدلائهم باختبار PCR رغم أن السلطات المغربية ألغته. فتح باب مليلية يبهج ساكنة الناظور بعد سنتين من الإغلاق. استقبلت مدينة الناظور العشرات من الوافدين من مدينة مليلية المحتلة بعد الفتح التدريجي لمعبر بني نصار تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا. ومباشرة بعد افتتاح المعبر عبر العديد من العابرين لقناة زيو سيتي عن سعادتهم بهذه الخطوة التي انتظروها لسنتين. نستمع للتصريحات التي أدلى بها بعض المواطنين من معبر مليلية لميكروفون زيو سيتي. شفت مع الصباح خرجنا مزيانين، عطلنا شوية لهيه الإجراءات بالنسبة الورقة ديال السيارة، لحقاش أنا كانت عندي السيارة داخل هذه مدة عامين. إجراءات مزيانة سهلة الحمد لله، كل شيء بخير داز الحمد لله، ما كاين شي صعوبات ولا هذاك، حسن من ذاك اليامات الأولى كي كانت. الخطوط الملكية المغربية تكشف شروط الدخول إلى المغرب. أوضحت شركة الخطوط الملكية المغربية لرام اليوم الأربعاء أن تحديث شروط السفر الجديدة اعتبارا من 18 من مايو الجاري يقتضي جواز التلقيح أو نتيجة اختبار PCR لأقل من 48 ساعة بالنسبة للمسافرين من 6 سنوات فما فوق. وقررت الحكومة إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا PCR من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية. ونختم بهذا الخبر، نهاية مأساوية لخطيبين حاول تقليد فيلم تيتانيك. حاول خطيبان تركيان تقليد المشهد الشهير في فيلم تيتانيك، غير أن مغامرتهما انتهت بفاجعة حيث سقط في مياه البحر ومات الشاب غرقا بينما نجت الفتاة. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الخطيبان شرب الكحول خلال رحلة صيد معا وحاول خلالها تقليد المشهد الشهير من فيلم تيتانيك. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار اليوم في الموجز. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني زيو سيتي نت وباقي منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. في أمان الله.